بعد تقديمها لعدة نشاطات في مختلف المحافظات السورية، اختتمت مديرية ثقافة الطفل فعالياتها برعاية وزارة الثقافة في المركز الثقافي العربي في كفر سوسة في دمشق. بناء الطفل هو من أهم أولويات الوزارة، ويتم العمل على بناء شخصية الطفل وتنمية مواهبه من خلال جملة من الأنشطة تتوج عادة بالفعاليات التي تقام بنهاية العام. اليوم نحن نتحدث عن ختام يوم الطفل العربي، هي جملة من الأنشطة ابتدأت في محافظة حماة الاحتفالية المركزية واستمرت لخمسة أيام، والختام اليوم في مركز ثقافي كفر سوسة. جملة من الأنشطة الكبيرة التي تبرز مواهب الأطفال وتسلط الضوء على إبداعاتهم، وأيضا تتوجه إليهم بمجموعة من الندوات الحوارية فيما يتعلق بحقوق الطفل من الأنشطة التعريفية. برنامج تكوين ثقافة الطفل اللي هو من ضمن استراتيجية وزارة الثقافة، برنامج تكوين ثقافة الطفل بضم ضمنه مجموعة من المشاريع وزارة الثقافة، مشاريع تخص الطفل. فنحن دائما مستمرة، أنشطتنا مستمرة في كافة المحافظات، فهو اليوم ختام للفعالية وليس ختام للأنشطة. الأنشطة مستمرة على مدار العام، وفي عنا مشاريع إرادة قوتي، في عنا مشاريع مهارات الحياة، في عنا برنامج نغم وقلم بالتعلم المتكامل، في عنا تراثي هويتي، في مجموعة كبيرة من المشاريع اللي نشتغل عليه على المدار العام بكل المحافظات السورية. تضمنت الاحتفالية عرض لوحات فلكلورية متنوعة من تقديم فرقة نيران للمسرح الراقص بحضور أطفال ويافعين من مختلف الأعمار والفئات. هذا من ضمن المحاور الأساسية عندنا بنشاط الوزارة بشكل عام بالمديريات، هو الاحتفاء بالطفل العربي وتشجيعه ودعم مواهبه. ندعم هذا الطفل بمناحي ثقافية، برعاية الإبداعات، برعاية الإبداعات الخلاقة. هناك الكثير والكثير جدا من أطفال مبدعين، من أطفال ذوي الشهداء، من أطفال الأيتام، من أطفال الوحيدين، الأطفال الذين ليس لهم أهل، الذين فقد وأهلهم. كل هؤلاء الأطفال هم بحاجة إلى الرعاية. الرعاية المجتمعية هي واجب، هي واجب طبعا وطني لكل فرد في ينتمي إلى هذا الوطن الحبيب سوريا. جينا اليوم شان نحضر فعالية يوم الطفل العربي، وكثير مبسوطين. جاي أحضر أنا مسرحية الطفل العالمي، وأنا كثير مبسوطين. هذه الفعاليات بنشاطاتها وعروضها أكدت دورها في ترسيخ القيم الفكرية والثقافية الخاصة بالطفل ودعمه للتعبير عن حقوقه في شتى المجالات.